وشفت انا المحامي محامي عبد الله بوشهري كان متواجد على صفحات التواصل الاجتماعي، كان يحاول يحاكي الاكونت على اساس انه نبي كلمة على الخاص ويقول انت الخبر اللي نزلته غير صحيح، اللي هو طبعا المحامي المحترم بشار النصار. وصار الموضوع واليوم نزل تنويه في هذا الشيء. والحين معانا على الخط المحامي بشار النصار، محامي الفنان عبد الله بوشهري. يا هلا فيك استاذ.